بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. حمادة بين اللي فات واللي جاي، إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين. حلقة النهاردة 887 بدأها المهندس عدلي بتهشيك حمادة. مين حمادة وإيه الدلع ده كله؟ عندنا مثل كده أو طرفة يقول لك اللي فات حمادة واللي جاي حمادة. حمادة تاني خالص، وانت مش عارف حمادة الأولاني دي كان ايه. ففي كرة القدم كنا نتمنى ان يكون حمادة اللي جاي بقى حمادة تاني خالص. المؤشرات كلها بتقول ان حمادة مكمل معانا زي ما هو. كل اللي وصلنا له من شكل التعديلات تغيير الجهاز الفني، وهي الحيلة اللي بنلجأ لها لامتصاص الغضب مع كل إخفاق لا يليق بالكرة المصرية. اتحاد الكرة وهو بيناقش الأمر يطلع رئيس الرابطة يقول لك احنا كنا تقريبا اتفقنا مع كيروش، والاتحاد بيقول لك كنا تقريبا اتفقنا مع رينارد، ولكن احنا فجأة اتفقنا مع حمادة تاني، جهاز وطني بقيادة الكابتن حسام إبراهيم. نتمنى لهم التوفيق، لكن ايه اللي يخلينا نتفائل بهذا التغيير غير القدرات الخاصة بتاعة الجهاز الفني اللي جاي وما نعمله فيهم؟ هل البنية اتغيرت؟ هل السياسة اتغيرت؟ هل الفلسفة اتغيرت؟ هل المناخ اتغيرت؟ هل المسابقات اتحط لها نظام؟ هل هناك خطة نقول ايوه كده الناس دي تشتغل على نظافة؟ انا ما انش شايف حاجة. حمادة استاذ ابراهيم مكمل معانا، حمادة مكمل معانا، عشان كده هنشوف حمادة واللي عمله في حلقة النهاردة اللي فيها تلات عناوين. الدوري عواصف وعواطف، وفي الكان دروس بالمجان، وشكرا حكامنا، وحكاية البطاقة الزرقاء. خلينا في البداية نشاطر الكابتن أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي الأحزان في وفاة والده، ربنا سبحانه وتعالى يتغمده بواسع رحمته ويلهمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. وده العزاء الرسمي من النادي الأهلي، يتقدم بخالص التعازي إلى أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول في وفاة والده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده. دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرحوم والمغفور له بإذن الله والد الكابتن كوكا ليس مجرد والد لاعب مهم أحسن تربيته وتوجيهه، ولكنه مشجع أهلاوي زي الكتاب ما بيقول، ناضج وواضح، بدليل حجم النضج بتاع أحمد نفسه اللي بتشوفه منه. فإحنا بقدر ما أحمد فقد الوالد وهي خسارة كبيرة لو تعلمون، إحنا كمان خسرنا نمط من المؤازرين والمشجعين والأولياء الأمور المسؤولين عن تنشئة أبنائهم في حب الأهلي بالطريقة الصحيحة. رحمة الله عليه ويتغمده يعني بكل الرحمة والمغفرة. وبالمناسبة أيضا نعزي الكابتن سيد معوض. كابتن سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بنشاطره الأحزان أيضا في وفاة المغفور له شقيقه، ربنا سبحانه وتعالى يتولاه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وللكابتن سيد وللأسرة خالص التعازي والمواساة. الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي النهاردة كان راحة، يمكن مستر مارسيل كولر بعد العلقة الشديدة في التدريبات الحياة اللي كانت متتالية وبأحمال عالية علشان يجهز بالفريق يدخل التحديات الصعبة، ادى الفرقة راحة النهاردة وهيستأنف التدريب بكرة الثلاث. الفريق هيتمرن الثلاث، ويوم الأربع الصبح هيتمرن كمان في القاهرة، وبعد كده
تقلع الطيارة الخاصة وعلى متنها البعثة اللي برئاسة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة الساعة 3 بعد ظهر يوم الأربع إن شاء الله إلى الجزائر للقاء شباب بالوزداد مساء الجمعة في دوري أبطال أفريقيا. البرستاو وصل النهاردة بعد ما انتهى من مشاركته مع منتخب بلادي جنوب أفريقيا في كأس الأمم، والجهاز الطبي بكرة إن شاء الله يستقر على حالته. كان عانى من إجهاد عضلي شوية مع منتخب بلاده، لكن الجهاز الطبي الدكتور أحمد جاب الله هيشوف الحالة إيه بالظبط، وبناء عليها مستر مارسيل كولر يقرر إذا كان هيدخل معاه بيرستاو أو هيسافر ويكون تحت التجهيز. كل القرار متروك لمستر مارسيل كولر في ضوء التقرير الطبي كمان اللي هيشمل أليو ديانج نجم الوسط المالي اللي كان أيضا المباراة الودية أو المباراة التدريبية الأخيرة خد كدمة شوية كده بسيطة، لكن الحمد لله حالته كويسة وما يمنعش أبدا أو ما فيش حاجة تمنعه أن يكون ضمن البعثة في الجزائر إن شاء الله. بقية اللعيبة من المؤكد أنه مستر كولر هيشوف كل الاختيارات اللي قدامه ويختار العناصر اللي مسافرة الأربع إن شاء الله يا باشمهندس. نتمنى كل التوفيق لمستر كولر والجهاز الفني واللعيبه والنادي الاهلي طبعا، لكن كمان لازم يعني نشيد او نلقي الضوء على تصرف الجهاز الفني لجنوب افريقيا عندما شعر بان اللاعب بيرستاو مجهد، عفاه من انه مراسم استلام الجوائز عشان يلحق بالطائره ويرجع لشعوره بانه قدم كل ما لديه وعشان اراحته من الاجهاد اللي تعرض له. وهو ده المفروض ان يبقى كل الناس اللي تقدر عليه يعمله عشان تساعد لعيبتك وتساعد انديتها. فيبقى الناس ما يبقاش هذا التعارض الواضح في مصالح المنتخبات والانديه. جنوب افريقيا عملت بطوله مش بطاله، لم يدركها التوفيق. والمدهش في الموضوع ان اللاعب الذي اوصلهم الى المباراة التي كادت أن توصلهم إلى المباراة النهائية هو اللاعب الذي أخفق أطاح بهم في ضربات الترجيح، هو اللاعب الذي عاد وصد ضربتين في آخر ضربتين ورا بعض علشان يعني يساهم في إحراز جنوب أفريقيا الميدالية البرونزية. وطبعا جنوب أفريقيا الدولة بقى شوية حاجات كده عشان ما تطلعش من المولد بلا حمص. ده كلام مهم جدا، انتهى الكان وطبعا في دروس كتيره فيها نتناولها، لكن مع هذه العوده المهمه الدوري عواطف وعواصف. الحقيقه مسابقه الدوري هترجع بكل بقى حماسها وجدلها ومشاكلها واحوالها واخبارها، وعايز افكر حضراتكم قبل ما هنشوف الجدول اقول لكم الدوري هيرجع ازاي. بكره الثلاث ان شاء الله الجونه مع المصري وسموحه مع البنك الاهلي، يبقى بكره ماتشين الجونه والمصري وسموحه والبنك الاهلي. يوم الاربع في ثلاث ماتشات، المقاولين العرب مع انبي والاتحاد السكندري مع طلائع الجيش وزد اف سي مع بيراميدز. الخميس في اربع مباريات، بلديه المحله مع مودرن فيوتشر، الزمالك مع فاركو، الاسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، وطبعا اتأجلت المباراة الرابعة اللي كانت الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، تأجلت مرة تانية. يوم الجمعة في كذا مباراة وفي تأجيلات هنجيلها بالتفصيل، لكن قبل ما ندخل في العواطف والعواصف ما تخلينا نفتكر جدول الدوري. جدول الدوري لأنه برضو السدة الشتوية الطويلة بتاعت الأمم الأفريقية نسيت الناس الجدول وكان ايه واخباره ايه وحكايته ايه. فريق زد يا باشمهندس من 10 ماتشات متصدر ب 19 نقطه، وده نفس رصيد انبي على فكره، لكن الاتحاد السكندري لعب اقل، لعب 9 ماتشات وعنده 18، وطلائع وبيراميدز لعب 8 ماتشات وعنده 17. النادي الاهلي الاقل مشاركه لعب 6 ماتشات فقط وعنده 14 مباراه 14 نقطه. الاهلي فاز في 4 وتعادل في 2، وتقريبا الخانه الوحيده اللي خاليه من الهزيمه هي خانه الاهلي في الست ماتشات، 2 تعادل واربعه مكسب. المؤخره الناس اللي بتعاني شويه فاركو الاخير من 10 ماتشات عنده 5 نقاط بس،
الداخليه من 11 مباراه عنده 7، والمقاولين من 10 ماتشات عنده 7 نقاط ايضا، والاسماعيلي ما هوش بعيد عن الخطر عنده 8 نقاط من 10 ماتشات، والبنك الاهلي عنده هو الاخر 9 نقاط من 11 مباراه، عشان يكون هو ده الوضع المتازم في ديل الجدول. يعني المرجحه ها شغاله جامد قوي تحت. تبص تلاقي اللي كان من كام اسبوع يعني البنك كان لم يحقق شيء. ايوه ابتدى يعني يتحرك شويه. ايوه الاسماعيلي كان ماشي ابتدى وحش وبعدين اتصلح وبعدين رجعت النتائج تاني عايزه مراجعه. ايوه احنا عايزين، وعشان كده يجي يقول لك ايه هو الدوري قوي. الدوري قوي قوي جدا. هو الدوري ايه الدوري ده اللي محتكره نادي واحد؟ وبعدين هم يقول لك الزمالك اخر 2 دوري قبل السنه اللي فاتت خدهم، يبقى فين نادي واحد اللي محتكر ده؟ ونفس الشيء بالنسبه للكاس. فانما احنا نموت في ان احنا عشان نثبت وجهه نظرنا ان احنا نقول حاجات ندلل عليها بحاجات مش صح، بحاجات لو فكرت لحظه مش محتاج تتعب نفسك عشان توصل للحقيقه. عشان كده كابتن مدحت شلبي لو كان فكر لحظه ما كانش قال اللي قاله. هتسمعوه. نادي الاهلي بمشيئه الرحمن كان مقرر لانه هو هيسافر يوم الثلاث باذن الله ليلتقي مع شباب بلوزداد بطل الجزائر في طبعا دوري ابطال افريقيا. اجل الموعد الى يوم الاربعاء. الاهلي طلب ان هو ياجل مباراه طلائع الجيش المقرر ليها يوم 19، على اساس ان قبل كده برضو حصل تاجيل لطبعا بيراميدز فيما يتعلق باللي عنده كان مباراتين امام نوازيبي موريتانيا وسان داونز يوم 2 و12 فبراير، كان في وسطهم ماتش في الوسط تم تاجيله. انا بس يا جماعه عايز اقول انه التاجيلات دي مش في مصلحه حد، وانا دايما بقيس عشان بقيت دلوقتي مطلع ايضا على الكره السعوديه، بقيس بالكره السعوديه والله العظيم ما في مباراه بتتاجل. ان بيلعبوا في اسيا الانديه بتلعب في دوري ابطال اسيا بيسافروا اخر الدنيا، بيروحوا الصين ويروحوا اليابان ويروحوا الحتت دي كلها ويرجع يلعب الماتش بتاعه في الدوري السعودي في موعده. عشان كده لما تفتح الموقع هناك او اي مواقع هتلاقي جدول الدوري مكتوب باليوم والساعه من اول يوم لاخر يوم. لكن احنا هنا مع الاسف النهارده ما بيراميدز طلب التاجيل اجل يا عمي. الناحيه الثانيه الاهلي اشمعنى الزمالك بقى من حقه وما تقدرش تقول له لا برضه اذا كان فيوتشر في الكونفدراليه من حقه، وهكذا. هتبص تلاقي الجدول ترهل. اذا يا جماعه لو مشينا بالعواطف الست عواطف مش هتعمل لنا حاجه اطلاقا. الست عواطف هتدربك لنا الدوري، لكن من غير الست عواطف هنقدر ان احنا نشتغل شغل منضبط. هذه رساله بقولها من عندي من هنا، واللي عايز يسمع يسمع، واللي ملوش رغبه ان هو يسمع ما يسمعش. تعيش وتنصح طول عمرك ما يهمكش غير الصالح العام يا كابتن مدحت. بسم الله ما شاء الله عليك، ودايما مواقفك متسقه وواحده وما بتغيرش رايك، ولا المستجدات اللي في طريقك بتخليك تتبنى قضايا على حساب قضايا، وعمال بتدلنا كل ما تروح حته تبتدي تدلنا نماذج. احنا عايزين نستقر ومش عايزين ناجل ومش عايزين نعمل، وقلنا ان الدوري بهذا النظام وهذه الكثافه وهذا الزخم في عدد الانديه في الدوري الممتاز مش ممكن، هيؤدي الى مسابقات يعني بدون تاجيلات. لكن انت شايف كده، حاضر قول واحنا نتعلم. طيب كابتن مدحت قال الاهلي طلب ياجل مباراه طلائع الجيش، والاهلي ما طلبش مبدئيا. يعني انت بتلبس الاهلي حاجه الاهلي ما عملهاش. لكن كابتن مدحت وفريق الاعداد عنده لو متابعين اسباب التاجيلات اللي فاتت هيلاقي انه في مسطره اداره المسابقات عاملاها. المباريات الخارجيه لاي نادي من الانديه، وهو قال بيراميدز اتاجل له بس الوقوف عند الاهلي، بيراميدز اتاجل له بس اتعدي. الاهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر القاعده اللي ماشيين عليها من السنه اللي فاتت،
لو المباراة في الخارج 3 أيام وبتلعب في الرابع، 3 أيام فاصلة وتلعب في الرابع، لو المباراة في الداخل يومين وبتلعب في التالت. الأهلي الاتحاد الأفريقي عنده مباراة مؤجلة للأهلي مع شباب بلوزداد، لا ذنب الأهلي ولا ذنب الرابطة المصرية ولا إدارة المسابقات، حطوا الميعاد يوم 16 وحطوه في توقيت متأخر. طيب المفروض أنت تلعب، دي المباراة في الخارج، تعدي 3 أيام يعني 19 وتلعب 20. أنت عايز تلعب الأهلي يوم 19، هنا انتفت المسطرة الفير اللي ماشية بيها كل الأندية. أزيدك من الشعر بيت أو مشكلة تانية، إن أنت عندك الاتحاد الأفريقي حاطط لك ميدياما في غانا يوم 23، تعمل إيه؟ في الحالتين لما تقيس على اللي تحت أو تقيس على اللي فوق، تلاقي حتما لازم تتأجل مباراة طلائع الجيش بسبب تثبيت الاتحاد الأفريقي المباراتين بلوزداد المؤجلة وميدياما الغاني في 23. كان صح في حاجة واحدة لما قال مش مصلحة الأهلي، طبعا كل ده بيدفع ثمنه الأهلي بالتأكيد. إياك تتذكروا بس كده، ما يجي يلعب الدوري المضغوط ما تروحوش مفسرين ومفصلين إن ده لمصلحة الأهلي. طيب كابتن مدحت قال لك الدوري السعودي، وهو الهدف من الحدوتة دي كلها المقارنة اللي تقود إلى تسقيفة للدوري السعودي تطبيلة، لأنه كابتن مدحت وكل خبرائنا كانوا بينتقدوا التوسع في عدد اللعيبة الأجانب في الكرة المصرية، وممكن لو في وقت هتلاقوا فيديوهات كتيرة قوي للكابتن مدحت وغيره إزاي الأجانب في الدوري المصري 4 لكل نادي، لا 5 ما ينفعش، لازم نقلل العدد، ده كان مطلب عام. لكن الدوري السعودي اللي الكابتن مدحت بيقارن بيه وصل دلوقتي من 8 هيبقى 10 لعيبة أجانب لكل فريق، يعني اللاعب المحلي في الدوري السعودي هيلاقي له فرصة واحدة مع 10 أجانب في الدوري، كانوا 8 وخدوا قرار بأن هم 10. طبعا أهل مكة أدرى بشعابها، فما بالك إن هي مكة بجد بقى بالظبط يعني، فهم أدرى إنه ده النظام اللي عاجبهم، بس أنتوا كنتوا بتطالبونا هنا إن الخمسة كتير، هناك بقت العشرة حلوة، بصوا الفرق في الضعف. ومع هذا يجوز إن خبراء الكرة السعودية شايفين إن تقوية الدوري وراح هناك، شايفين أبصب، شايفين إن تقوية الدوري دي فرصة. الكرة السعودية دفعت ثمنها، وده اللي الكابتن مدحت طبعا ما ناقشهوش في كأس آسيا الأخيرة. السعودية واحدة من أهم القوى الكروية في آسيا، أما تخرج بدري قوي ده لأنه اللاعبين الدوليين ما بيلعبوش ماتشات أساسية، لأنك أنت بتاخد اللعيبة منين؟ النصر والاتحاد والأهلي والشباب وأندية القمة والهلال طبعا على رأسهم. الأندية ديت عندهم لعيبة بأرقام كبيرة قوي وهاي كواليتي، فبالتالي لازم يلعبوا. طب يلعبوا إزاي؟ واللعيبة المحليين أعضاء المنتخب يلعبوا فين؟ طبعا دي قضية ما يناقشهاش الكابتن مدحت، لكن يقول الدوري المصري والأهلي طلب وعواطف وعواصف. رجع كابتن مدحت تاني حب يوضح حكاية عواطف، نشوف. نروح لست عواطف. امبارح قلت إنه العواطف التي تتدخل في تأجيل مباريات الدوري المصري ما هيش في صالح حد على الإطلاق، أنا هنا لا أتحدث عن أهلي أو زمالك أو بيراميدز أو فيوتشر أو غيره، مودرن فيوتشر أو غيره، خالص. أنا أتحدث عن مصلحة الكرة المصرية، أدينا شايفين النتاج، شفناه في أمم أفريقيا. أوعى تفتكر إنه ما ظهر علينا في أمم أفريقيا هو نتاج فيتوريا أو اللعيبة لوحدهم، لا. ده نتاج منظومة كاملة، نتاج سياسات خاطئة تماما، وأنا عارف أنا بقول إيه كويس جدا. النهاردة لما أنت تفضل تأجل في مباريات، الموسم بتاعك هيمتد زي ما امتد السنة اللي فاتت، واللعيبة ما بتاخدش أي راحة حقيقية، لأنه لازم، إحنا تعلمنا ده وأخدناه في دورات في أوروبا، في حاجة اسمها راحة إيجابية وفي حاجة اسمها راحة سلبية. الراحة السلبية يعني اللعيب ما يمارس إطلاقا أي نوع من أنواع الرياضات، ده ريلاكس خالص لأنه مطحون طول الموسم. الراحة الإيجابية بيبتدوا يجيبوه
يلعبوا شويه باسكت شويه سباحه شويه يعني ايه ريفريشنج، وبعدين يبتدي فتره الاعداد. احنا لا في راحه سلبيه ولا في راحه ايجابيه ولا في حاجه من دي خالص. ده اللعيب بيخلص من هنا بعد اسبوع ال 10 ايام ولا اسبوعين، خش يا جدع على الماتشات، لا في اعداد ولا في ليه؟ لانه احنا ست عواطف موجوده دايما باستمرار ما بيننا بترضي كل الناس او الناس الكبيره بالبلدي، اهلي زمالك بتاع حاجات كده يعني. الامر الثاني ان احنا لما الموسم بتاعنا بيمتد، النتيجه الطبيعيه ان لا حضرتك بتقدر تاخد من اي دوريات اخرى لعيبه جيده قويه تقدر تسند معاك في الدوري بتاعك وتعلي من شانه خالص، ولا تقدر تسوق لعيبتك، لان كل الانديه الاخرى والبلاد الاخرى والدوريات الاخرى بتكون قفلت باب القيد، انت حضرتك مكمل وهم قفلوا خلاص وبداوا الماتشات والحكايه. انا ما اعرفش الكلام ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه انه بيراميدز اول فرقه اتجملت، كان عندهم ما بين 2 و 12 شهر اللي فات او الشهر ده يمكن، لا الشهر اللي فات الشهر ده لسه، كان عندهم ماتش في الوسط في الدوري، طلبوا من هقول ايه، طلبوا مش عايز اقول من ست عواطف عشان ما حدش يزعل مني يعني، يعني طلبوا من المسؤولين تاجيل المباراه في الوسط. طبعا نتيجه العواطف الجميله اللي عندنا او ماله يا حبيبي هنأجل تمام. جه الاهلي عنده شباب بالاستاديوم الجمعه وعنده بعد كده ماتش في غان، قال لك انا مش عايز العب المباراه بتاع طلائع الجيش اللي ما بين الاثنين دول. طب ليه؟ قال لك اشمعنى بيراميدز؟ عنده كل الحق، عنده كل الحق. النهارده الماتشين هم بره، عايز يطلع من الجزائر على غانا، الطبيعي ان يرجع هنا يلعب ماتش طلائع الجيش بتاعه ويطلع، لكن عنده كل الحق الاهلي، لان انت عملتها مع بيراميدز، ما دام فتحت الفتحه مش هتتقفل، لان كمان عندك فيوتشر بيلعب، مودرن فيوتشر بيلعب ومن حقه تماما في الكونفدراليه تماما، والزمالك في الكونفدراليه ايضا من حقه تماما. ادي اربع فرق انت مضطر نتيجه العواطف وست عواطف ان انت تاجل لهم، ما تقدرش. واضح ان ست عواطف مش بتقول للكابتن مدحت او بتقول له هو مش عايز يشوف حقيقه الامور. الاهلي لم يطلب تاجيل المباراه علشان بيراميد، اللي اجل المباراه اللائحه اللي حاططها اتحاد الكوره، ثلاث ايام في حاله السفر ويومين في حاله اللعب. على فكره ده موجود يا جماعه في اللائحه بتاعت المسابقه وشروط المشاركه، ممكن نجيبها له. لا الاهلي طلب ولا ست عواطف ليها دعوه خالص، لانك يا كابتن مدحت انت عارف كويس قوي، ودي المشكله، تملي بيبقى عارف الحق فين وما بيقولوش. انت عارف كويس قوي ان ده النظام اللي من اول الموسم كان محطوط قبل ما ينزل الجدول الافريقي. فالموضوع وبعدين كانت النتيجه ان عدم الانتظام والتكدس وعدم الراحه، اديك قلتها ها عدم الراحه. يبقى المشكله مش المشكله في حته ثانيه يا كابتن مدحت، المشكله ان في التزاماتنا بقت كتيره في نفس الوقت الاقليميه يعني والدوليه، وفي نفس الوقت انت ما بتعالجش عدد الماتشات بتاعت الدوري ممتاز خالص، ولا قادر تفرض، هو ده بيت القصيد. لكن انت عمال بتتكلم في حاجات والله اكاد اجزم انه لو فكر خمس دقايق هيوصل للي احنا بنقول ده ان كانش واصل له. انت بقى فسرت حاجه، لكن انا عايز اقول لك كابتن مدحت، الاتحاد السعودي له استراتيجيه عايز ينافس الدوريات الاجنبيه، وقد نجح في جذب الانتباه الى الكره السعوديه، وحرك معظم دول الخليج وراه بيحاولوا يقربوا من النموذج ده. هيبقى فيه نتيجه ايجابيه او سلبيه على المنتخبات؟ انا يعني لما سئلت في هذا الامر ايام بطوله كاس العالم للانديه قلت هنشوف، لا ماتش الاتحاد السوبر كاس العالم للانديه قلت هنشوف الماتشات اللي جاي. فانت جاي تقول الاخفاق، ما اظنش المنتخب السعودي يعني عمل نتائج اكتر من اللي عملها منتخب مصر، او هي
نتائج المنتخب السعودي اللي تعود على تحقيق الألقاب دي لا تتناسب مع المشاركة اللي عملها، ونتائج المنتخب المصري الذي تعود أن يكون طرف النهائي بقاله سنين وهو اللي عنده الرقم القياسي لتحقيق البطولة ما كانتش برضه نتائجه على قدر المأمول. يبقى الناس تقعد هنا وهنا يحلوا المعضلة، إزاي أنا أرفع المستوى المحلي واخلق لعيبة واكتشفها في نفس الوقت أقدر أوصل إلى دوري قوي يجذب النجوم من الخارج. لو عايزين نتكلم بموضوعية تعال نتناقش بموضوعية. عايز بقى أنك أنت مرة تتريق على إمام عاشور اللي بلا مناسبة بلا مناسبة حضرتك أنت لا شفته ولا عرفت أي حاجة، إمام اتعور في تمرين وأنت حضرتك سخرت من إمام ولو كان لائق كان عمل يا كابتن مدحت محدش بيشمت أو حد بيسخر في إصابة لاعب كاد أن يفقد حياته. يعني حد النهارده إمام لابس واقي على دماغه، مش معنى إن 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 في لعيب عمل حاجة جميلة شيد بيه واستمتع باللي قدمه، أنت مالك إنك تقل من لاعب مصري أو أداء منتخب بلادك؟ إيه ده؟ إحنا يعني تجديد شوية في الأداء اللي كل مرة بتثبت إن مصر ليست في خاطرك ولا في دمك. دي جملة أخيرة جازمة وقاطعة وشاملة الحقيقة، لأنه كابتن مدحت شلبي من حقه يتكلم على عواطف ومن حقه يبرز كل عواطفه لسالم الدوسري وللدوري السعودي، بس بلاش ده يكون على حساب لاعب مصري والدوري المصري، لأنه المنطق مفقود والمعلومات غلط والسكة مختلفة خالص. وانت كنت هنا عملت ايه؟ كنت في الاتحاد. نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف الرد على ست عواطف ايه. اهلا بحضراتكم من جديد. كلم الكابتن مدحت واثار قضيه، عايز يقول انه في عواطف في التاجيل، عشان بس الناس فكره انك انت تقول عواطف عايز تقول ان عاطفه الانتماء ورا التاجيل، هل ده صحيح؟ انا هستعرض لك اسباب التاجيل في كل مباراه، لكن قبل ما استعرض خلي صاحب القرار نفسه كابتن عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكوره والمسؤول عن اداره المسابقات يقول ايه سبب تاجيل مباراه طلائع الجيش يا كابتن مدحت قبل ما تقول عواطف. فيما يتعلق بنهائي كاس مصر ان شاء الله باذن الله، 8 مارس ده الميعاد النهائي الاكيد ولا ممكن يتغير؟ لا ده النهائي ان شاء الله. النهائي في السعوديه بمشيئه الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عرفنا الملعب اللي هنلعب عليه ايه وساعه الاستاد وتوزيع التذاكر والامور اللي شبه كده؟ لسه الحاجات دي بشكل رسمي لسه ما بتتلعبش. طيب من المنتظر انه يتم الاعلان عن المباراه دي بشكل رسمي وبالتالي الناس تخش تحجز التذاكر والحاجات دي كلها امتى؟ لا الامور دي اصلا بتبقى مع الشركه المنظمه. ماشي. كالرعايه مع الشركه المنظمه مع اللجنه المنظمه طبعا في السعوديه، فبالتالي الامور دي كلها اكيد هتعلن في اقرب وقت عشان فتح باب التذاكر، واكيد هيبقى فيه مؤتمر او بيان طالع بكل التفاصيل ديت. انا مش عايز افتي فيها عشان ما اقولش حاجه غلط. ماشي 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 ما عنديش مشكله. انا كل اللي طلب مني ان انا اعمل تصور. ايوه. بتعديل الجدول بناء على تعديل المباراه من يوم 13 ليوم 8. فده طبعا هيتطلب ان احنا نعدل المباريات علشان تمشي مع الميعاد الجديد بتاع نهائي الكاس. الدوري هينتهي في 30 يوليو زي ما كنا بنتكلم ولا صعب؟ وفقا للمتغيرات الكتيره اللي احنا عمالين نلاقيها دي. الحقيقه يعني لغايه الاسبوع اللي فات انا طبعا كنت باكد على ان هي يوم 30. ايوه لحد الاسبوع اللي فات. لحد الاسبوع اللي فات. هو الاهلي عنده ماتش يوم 19، هو 16 هيلعب مع شباب بلوزداد، 19 مع طلائع الجيش، ده اتاجل ولا في ميعاده لسه؟ ما هيلعب سبت 16 كده، هيلعب يوم 16 واللي بعديه يوم 23. 16 و23 مفيش 19 والمباراتين بره، وطبعا طبقا للائحه اللي حاطينها. ايوه صعب ان هو يلعب بين المباراتين دول، وبالتالي مباراه طلائع الجيش دي تم تاجيلها. صح كده؟ تمام. هل ابلغتهم رسمي ولا احنا بنعرف المعلومه دلوقتي معاك لاول مره؟ لا لسه ما نبلغش رسمي. اذا هو تعديل
فرضته اللائحة. لا في عواطف في النص ولا حد له مزاج غير الناس اللي عايزة تتدخل لتصوير الأمر وكأن هناك مجاملات أو قرارات خاصة. لما بيبقى في حاجة زي كده كلنا بنبقى داخلين في الموضوع، لكن يعني ما حدش يفتح موضوع إلا إذا كان حقيقي، لأن كده بيبقى النوايا مش كويسة. طيب، لائحة المسابقة واضحة جدا في اليومين والتالت تلعب لو المباراة داخلية، وثلاث ايام وفي الرابع تلعب لو المباراة خارجية. ده نص صريح موجود في اللائحة وكل الأندية ماضية عليه وعارفاه، عشان كده اتطبق على الزمالك واتطبق على الأهلي وعلى فيوتشر وعلى بيراميدز. لكن حتى كابتن مدحت هو بيتكلم على هذه الظروف، نفس الظروف ونفس اللائحة ونفس إدارة المسابقات ونفس عامر حسين، كل التفاصيل دي كانت موجودة والزمالك بياخد الدوري سنتين لحد ساعتها، لا قال عواطف ولا قال غيره، بس كانت الدنيا زي الفل. مع ان كل الالحاح الاعلامي وقتها التاجيل لصالح الاهلي. مش عارف ازاي كيف يكون التاجيل والزمالك بياخد البطوله وهو عمال يفقد البطولات، والاهلي دوري وكاس دوري وكاس، والاهلي بتتاجل له ماتشات فيلعب مضغوط فيخسر نقاط، وضع منطقي. بس الحقيقه كابتن مدحت حتى لو كان هو الراجل قصد في كل ده ان يعمل مقاربه ما بين الدوري المصري مع الدوري السعودي لصالح الاخير من وجهه نظره طبعا، ثم شوية يتهكم على إمام عاشور لصالح سالم الدوسري ورشاقته وأناقته وشياكته ونطته وقفزته، نط براحتك بس مش على حساب لاعب مصري أصيب بارتجاج في المخ في مباراة مع المنتخب، في موهبة مع المنتخب ومازال فيها حتى الآن. أعتقد إمام عاشور له حق الاعتذار عند الكابتن مدحت شلبي، لانك انت الراجل اعتبرت ان هو بيهزر، وايه المناسبه وحب يعملها في التمرين فوقع نط على قدك. ايه المناسبه يا استاذ ابراهيم استدعت انك تذكر هذا الامر؟ انت بتتكلم على مباراه ملهاش علاقه خالص، مش الافيه حكم ان انت يبقى فيه مفيش صله تلقيحة واساءه للاعب مصري. اذا كان الكابتن مدحت واجندته واضحه ومعروفه، الكابتن احمد شوبير رايه في الاذاعه محتاج مناقشه في حتة المؤجلات، نسمعه ونتناقش بالحقائق على الأرضية. هقول لك الأهلي في ورطة، والورطة الحقيقة مش حلوة مش لطيفة من وجهة نظري. يعني ممكن حد يقول لي لا كلامك كله غلط، ماشي، أنا دايما بحب الاختلاف في وجهات النظر. يعني جماعة الأهلي بقاله شهر و12 يوم ما لعبش مباراة رسمية، شهر و12 يوم ما لعبش مباراة رسمية. في المقابل النادي اللي هيلاعبه شباب بوليزداد الجزائري لعب سبع مباريات في الدوري. هتقول لي بقى بلاش شغل الاهلاويه ده، وصل الاهلي وما وتدي مبررات واعذار، ما لو قالوا للاهلي العب هيقول لك علي معلول مش موجود وديانج مش موجود وبيرسي تاو مش موجود. لا لا، الموضوع مش كده يا جماعة. الموضوع بتتحط لايحة بلان A وبلان B، أو خطة ألف وخطة ب، لأنه بصراحة يعني لا هيبقى فرقة بقى بيغيب عنها لعيب ولا اتنين ولا حتى تلاتة، مفيش مشكلة، العب والعب مسابقتك يا جماعة. الدوري الأسباني 26 أسبوع خلصوا ولا 25 أسبوع خلصوا، ونفس الامر الدوري الانجليزي. احنا الاهلي لعب ست ماتشات، انتوا بتتكلموا انتوا بتهزروا بتتكلموا جد؟ احنا شهر يعني احنا النهارده 12 فبراير وعندك توقف لسه قريب تاني. الاهلي لعب ست ماتشات من اصل 34 مباراه، دوري ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ وبعدين تقول لي الدوري السنه دي هيخلص 15/7، حاضر، معلش عشان خاطرنا بقينا 30/7، حاضر، ناخد كده كمان كام يوم من 8، حاضر. دلوقتي انا بقول لك الدوري لو خلص 15/8 تبقى معجزه المعجزات، معجزه المعجزات. الاهلي هيلعب مع شباب بوليسداد ويطلع من شباب بوليسداد بعدها بكام يوم يلعب مع مديام الغاني برضه في غانا. طب وبعدين قصه شكلها عامله ازاي؟ الناس تزعل مننا لما بنقول الكلام ده، وهتكلم تاني على الموضوع ده يعني اذا عندي وقت في نهايه الحلقه يعني. بس لا لا،
الموضوع لازم يتحسب بشكل جيد. يعني شباب بلوزداد لعب ماتشين مع مولودية تربيت خسر 2-1 و او خسر مباراة مع الاتحاد السوفي ومع مولودية البيض وكسب 2-0 المباراة الثانية. هما في المركز الثاني ب 31 نقطة وماشيين ماشيين بشكل جيد في بيلعبوا عندهم ماتشات عندهم انتظام. ف يعني الاهلي لعب من 28 يا جماعه 28 ديسمبر شهر ونص مش شهر 12 يمكن شهر ونص صعب جدا بصراحه يعني. وحتى هم الدوليين ديانج مصاب احتمال يسافر بيرستاو غالبا مش هيبقى موجود مع الاهلي في البعثه لانه كان لسه موجود لحد امبارح مع الفرقه بياخدوا المركز الثالث. ما اعرفش بقى هل سافر ولا ما سافرش جه ولا ما جاش. النهارده الاثنين الاهلي مسافر يعني بعد بكره الاربع هيلحق ولا مش هيلحق عدد الماتشات الكتير اللي لعبه بيرستاو. يعني كان لازم يا جماعه الدوري يشتغل يعني. بقولك شوف الاهلي في ورطه الاهلي في ورطه سببها ايه؟ مؤكد مش الاهلي. طيب شباب بلوزداد كان بيلعب والاهلي ما بيلعبش. سببها ايه؟ سببها ان كان المنتخب بيلعب في 10 لعيبه او 11 لاعب ما بين محليين واجانب تم استدعائهم للمنتخبات بخلاف الاصابات، بالاضافه الى ان الفتره دي ما تلعبش فيها الدوري، ده تلعب فيها كاس الرابطه. طب مطلوب الاهلي ياخد يعني يتفق كده، اعتبروا ماتش الاهلي وسموحه الودي ده خلاص في الدوري وخلصوه. يعني ايه الفكره؟ يعني ايه الفكره ان وكابتن شوبير على فكره انا اتفقت معاك ان الاهلي فور ماشي، بس سببها ايه؟ مش النادي الاهلي قطعا. طيب الناس هتزعل منك؟ لا مش هتزعل منك لسبب، لانك انت الا اذا كنت يا كابتن تقصد تقول ان الاهلي طلب التاجيل وبيدفع الثمن، ده ما حصلش. طيب كابتن شوبير قال لك ممكن حد يقول لي انت غلط. انت غلط جدا في المنطق والمعلومة، مع كل الحب والتقدير المنطق مش موجود والمعلومة مش دقيقة والورطة أكيدة موجودة. والراجل قال لك أنا بحب أختلف في وجهات النظر، رائع. الأهلي لعب 6 ماتشات فقط، الأهلي لعب 6 ماتشات فقط. يا ريت نفكر بالجدول بس، ال6 ماتشات دول لعبهم الأهلي في الدوري. طب مين أكتر حد لعب في الدوري؟ يا ريت الجدول يا جماعة، أكتر حد لعب في الدوري مين؟ 11 مباراة مش كده؟ على فكرة الزمالك لعب 8، يعني مش أكتر من الأهلي بكتير. الزمالك لعب 8، بيراميدز لعب 8، فيوتشر لعب 8. يعني حتى الثلاث فرق اللي بيشاركوا مع الأهلي في الموسم الأفريقي ما لعبوش 11، لعبوا 8، الأهلي لعب 6. أكتر حد لعب 11 مباراة، شايفين في حد لعب أكتر من 11؟ هما 4 فرق بس اللي لعبوها 11 مش كده؟ ده الحد الأقصى يا كابتن. تعرف الأهلي أقصى نادي لعب 11، الأهلي لعب السنة دي ضعفه 22. شايفين الرقم اللي يخض؟ أنت لعبت 6 في الدوري، لكن لعبت بعد كده إيه؟ من أول من بداية الموسم لعبت يا كابتن شوبير 6 في الدوري المصري، 4 في الدوري الافريقي. كان الاهلي يعتذر على الدوري الافريقي ولا يلعب؟ كان مختار ضمن الانديه الكتيره الكبيره في القاره حسب التصنيف، كان الاهلي الاول. يلعب الاهلي في الدوري الافريقي الجديد ولا لا؟ لعب فيه 4 ماتشات. دوري ابطال افريقيا زيه زي بيراميدز لعب 5 ماتشات. السوبر المصري الاهلي بطل، لعب ماتش السوبر المصري في الدورة الرباعية اللي اتعملت في الإمارات، 10 ماتش، لعب ماتشين، 11 ماتش، لعب كأس السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة 12 ماتش، أدي مباراة، لعب 3 ماتشات في كأس العالم للأندية 14 ماتش، 15 ماتش، 16، ولعب 6 مباريات في الدوري، 22 مباراة يا كابتن. في ماتش كأس مصر اللي هي بتاعت نسخة السنة اللي فاتت، نسخة كأس مصر السنة اللي فاتت ولا كنت تنسحب؟
يعني هل كان الاهلي ينسحب من كاس مصر وينبي يصعد مكانه، الاهلي ما يلعبش في كاس العالم للانديه ويوفر ثلاث ماتشات، الاهلي ما يلعبش في الدوري الافريقي ويوفر ثلاث ماتشات، الاهلي ما يلعبش في السوبر الافريقي ويوفر ماتش، الاهلي ما يلعبش في السوبر المحلي ويوفر ماتشين، لما اكون لعبت 22 مباراه ضعف اكبر نادي لعب من بدايه الموسم، يبقى في تجني كبير قوي واكتر من الانديه اللي بتنافسني، في تجني كبير قوي من واحد يقول لك عواطف وواحد يطبل لحد ويقول لك عواطف. استاذ ابراهيم، اكتر من الانديه اللي بتنافسني ب 13 مباراه، هي دي ماتشات. على فكره انا ما رحتش للدوليين بتوعي لعبوا مع منتخباتهم قد ايه، الرقم هيخض لما تضيف لعلي معلول واليو ديانج وبيرستاو ولاعيبه النادي الاهلي الدوليين الشناوي وزمايله، لما تضيف من البدايه لعبوا كم مباراه هتلاقي الرقم، لعيبه الاهلي لعبه اكتر من اي حد ربما في العالم كله في الفتره القصيره ديت. فاذا الترويج لفكره حد يقول لك عواطف، الاهلي بيتجامل، قول لي اتجامل فين في ديت؟ فده المنطق الاول اعتقد ل 22 ضعف ال 11. فانت باصص على السته في الدوري، ما بصيتش ان الزمالك من غير كاس العالم للانديه ومن غير الدوري الافريقي ومن غير كاس السوبر المصري ومن غير كاس السوبر الافريقي، كل ده الزمالك وبيراميدز ما لعبوش فيه، ومع هذا لعبوا 8 ماتشات فقط، يعني فاصل ماتشين على الاهلي في الدوري. ايه فكره ان انا احمل الاهلي هو اللي عطل الدوري وهو اللي وقفه؟ ده هو اللي دفع الثمن. هقول لك كمان يا كابتن، الاهلي لعب 6 ماتشات في الدوري، الباقيين اتاجلوا عواطف ولا ضرورات؟ بالظبط كده يا باشمهندس، كان الاهلي والزمالك يلعبوا مباراه من الاسبوع العاشر في 15 فبراير، يلعبها ازاي والمنتخب في كاس الامم؟ فتاجلت مباراه الزمالك والاهلي من الاسبوع العاشر. الاهلي والداخليه الجمعه 16 فبراير اتاجلت بسبب انه الاتحاد الافريقي حط 19 فبراير مباراه الاهلي، او 16 فبراير نفس الميعاد، عايز الاهلي يلعب في الجزائر ويلعب في الدوري في نفس اليوم. وده مش ذنب الرابطه المصريه عشان ما تظلمش حد، لانه الاتحاد الافريقي هو اللي حدد بعد كده في وقت متاخر مباراه بلوزداد المؤجله، فحطها في نفس اليوم اللي الاهلي كان المفروض يكون بيلعب هنا مع الداخليه. مباراه بلديه المحله كان المفروض تتلعب يوم 29 اكتوبر، طب اجلتها ليه؟ الاهلي كان عنده في نفس التوقيت الدوري الافريقي لما وصل للنصف النهائي. زد، مباراه الاهلي مع زد كان المفروض تتلعب 6 ديسمبر، بس بسبب مباراه الاهلي وشباب بلوزداد الاولى في القاهره يوم 11 ل 22 اتاجلت، حطتها ل 14 وهو اصلا من 11 ل 22 مباراه الشباب بلوزداد هنا. مباراه الزمالك كان محدد ليها 27 ديسمبر، اتاجلت بسبب مشاركه الاهلي في السوبر المصري في ابو ظبي، كان هيلعب في ابو ظبي ويلعب في القاهره، ولما اترحلت للاسبوع ل 15 فبراير كان الاهلي بيلعب في الجزائر. فاركو كان محدد لها 2 يناير، اتاجلت كل مباريات الدوري بسبب فيتوريا طلب معسكر المنتخب، يعني ما كانش لا العواطف ولا لغيرها، فيتوريا طلب معسكر المنتخب فتأجل الاسبوع كله. طلائع الجيش كان محدد لها 19 فبراير، سمعت الكابتن عامر حسين قال لك المباراتين بره، يعني مديام الغاني 23 في غانا، شباب بلوزداد 16 في الجزائر، حقك في المباراتين تاخد 3 ايام وتفصل وتلعب في الرابع، انت يا دوب مشيت على المسطره وعلى اللائحه اللي انا كنت عايز افكر حضراتكم بيها، لان احنا عرضناها كتير، ان من شروط الدوري السنه دي انه في حال ارتباط اي فريق بمباراه خارجيه ياخد يومين ثم يلعب في الثالث اذا كانت المباراه في الداخل، وثلاث ايام ويلعب في الرابع اذا كانت المباراه في الخارج. ده يوم اقل من اللائحه السنه اللي فاتت. بالظبط. يعني السنه اللي فاتت كان 4 و3، دلوقتي 3 ويومين. فلما العب 22 مباراه رسميه، خد بالك انت بتتكلم على مستوى كاس عالم، وبتتكلم على دوري افريقيا، وبتتكلم على مستوى تنافسي اعلى، وكله سفريات، فحتى الدبل ده كلها سفريات، كاس العالم للانديه، الدوري الافريقي،
السوبر الافريقي، السوبر المحلي، حتى سافرت لابو ظبي ما لعبتش الا ماتش انبي بس هنا. واللي بيدفع ثمن كل ده النادي الاهلي. دفع الثمن الاهلي ازاي؟ لقى عنده كتير جدا من الاصابات في الفتره الزمنيه القصيره ديت، عشان ما حدش بس يكون فاهم ان التاجيل هدفه يعني ان انت بتريح الاهلي. الشناوي خلع في الكتف، عبد القادر مزق في الخلفيه، خالد عبد الفتاح جزع في اربطه القدم، احمد نبيل كوكا جزع في الاربطه بين المشطين الاولى والثانيه، ديانج كدنا في الركبه، كريستو شد في الخلفيه، وسام ابو علي شد في العضله الخلفيه، بيرسي تاو اجهاد عضلي، محمود متولي مزق في الخلفيه. تعمل ايه مكان كولر؟ الامر فعلا غريب وعجيب، عبر عنه ابراهيم فايق نشوف. الناس كلها تاخد اجازه، لاعبتها تخف ترجع سليمه وتستغل فتره التوقف، الا الاهلي تحس ان مكتوب على جبينه مستشفى. حتى يا جدع الجديد منه، شوف اللانج منه، الناس عايزه تشوفه، اتصابوا كمان اسامه ابو علي. فتعالى نشوف المصابين في النادي الاهلي عاملين ايه. تيم كامل يعني، بسم الله ما شاء الله، فرقه كامله. محمد الشناوي ربنا يرجعهم كلهم بألف سلامة، خلع في الكتف، أحمد عبد القادر مزق في الخلفية، خالد عبد الفتاح جزع في أربطة القدم، أحمد نبيل كوكا جزع في الأربطة بين المشطين الأولى والتانية للقدم، ديانج كدمة في الركبة، فيهمش حد يعني عنده نزلة برد، يعني فيهمش حد عنده نزلة، كله مشنش، كله عظم في اربطه، يعني بص، خلع في الكتف، مزق في الخلفيه، جزع في اربطه القدم، جزع في الاربطه بين المشطين، كدمه في الركبه، مفيش تهريج يعني. الضوء كريستو شد في الخلفيه، ده اللي هو الايه الصغير منه يعني، فاهم؟ ده الخفيف منه، عنده شد في الخلفيه. وسام ابو علي اخد الختم، اهلا وسهلا جاي، خد لك واحده اصابه كده، واحده في الخلفيه، ايه في البسيط منه، شد في الخلفيه. بيرسي تاو كتر خير الدنيا، طبعا هو اصلا عنده اجهاد بطبيعه الحال، فراح البطوله لعب كل الماتشات فبقى عنده اجهاد عضلي عام، طبيعي لازم ياخد راحه، ده طبيعي يعني. ثم محمود متولي، متولي طبعا بقى له فتره غائب وبعيد، فمزق في العضله الاماميه. ماذا تفعل انت لو كنت مكان كولر؟ يعني زي ما بقول لك كده، انت بتاخد فتره التوقف ديت في بطوله، في بطوله زي بطوله الامم الافريقيه، لو عندك مصاب يرجع واحد او اثنين، تأهل واحد أو اتنين، فترجع بقى من شهر كامل، شهر بقى حك، واخد شهر كامل، المفروض ترجع تلاقي بقى إيه عندك القايمة كاملة، فرجع يقعد بقى يتفرج يشوف مين اللي هيلعب معاه الفترة اللي جاية. يعني كمان على رأي الكابتن إبراهيم، أنت لا تعاني فقط من فكرة الظروف الصعبة جدا والماتشات المتلاحقة جدا وتغيير الأهداف من محل الإقليمي والعكس، وعدد اللعيبة الكتيرة الدولية سواء من أجانب ومحليين اللي بيستدعوا، لكن ظاهرة الإصابات كمان بالطريقة دي، وهم 9 إصابات، 4 منهم شد وإجهاد، و5 إصابات كدمات وجزع وحاجات زي كده. ده دليل إيه؟ إن أولا التنافسية العالية، ها؟ ثانيا الخروج من الهدف ده للهدف ده للهدف ده، وسوء البخت، هسمي ايه؟ يعني ايه الاصابات دي كلها؟ على رايي كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه. اي اصابه عندك بتبقى اصابه مؤثره، مفيش 24 ساعه وثلاث ايام واسبوع والكلام ده. طيب انا قلت لكم انه الناس على يعني قيمتها وخبراتها ليهم كل الاحترام والتقدير، بس يا جماعه لو اختلفتوا في حاجه ما ترجعوا للائحه. ما الامور دي كلها بتنظمها اللائحه. لو الاهلي خد ساعه زياده حاسبوه عليها. بقول لكم ست يلعب 22 مباراه واعلى حد بعد منه 11. وبعدين الكابتن مدحت شلبي قبل وعلى رايك و10 من لعبته في والباقيين كلهم دوليين. يعني بصوا في الفتره حتى بتاعت التوقف عندك 10 في المنتخبات، ما بيرسي تاو اجهاد اهو، عندك 2 في المنتخب الاولمبي، وعندك 10 في منتخب الناشئين اللي الراجل بياخد منهم ناس.
ناهيك على المجموعه اللي اعيرت برضه. يعني انت اللي انت فيه ده مش طبيعي. بس اللي مش طبيعي خالص ان يبقى عندك نص ومحدش يبص له ويحاسبك على حاجه في ذهنه وهو عايز يعمل افيه ويقول لك عواطف ومحاسن والكلام ده كله. الحقيقه نص اللائحه عشان تكون الدنيا واضحه وتشوفوا ان الناس على قد اعمارها وخبراتها محدش بيبص في اللائحه. اللائحه اللي اتعممت على كل الانديه والكل ماضي عليها بتقول لهم الانديه التي ترغب في المشاركه في البطولات العربيه او الافريقيه عليها الالتزام بالمواعيد المعلنه بالجداول دون طلب ادخال اي تعديل على التوقيتات والمواعيد او طلب التاجيل، بحيث ده الشرط بقى تقام المباراه المحليه للنادي على رابع يوم في حاله اذا كانت المباراه الافريقيه او العربيه خارج مصر، على رابع يوم، وتقام المباراه المحليه على ثالث يوم في حاله اقامه المباراه الافريقيه او العربيه داخل مصر. يعني بالله عليكم مش ده نص واضح وصريح؟ مش ده واضح وصريح جدا؟ وفي حاله وصول اي من الانديه المصريه المشاركه في الكونفدراليه ورابطه الابطال الى الدور النهائي، يعني الميزه لو انت كملت الفاينل في البطولتين، سيجتمع مجلس اداره الرابطه لاتخاذ القرار المناسب بشان التاجيل المطلوب. لا يتم النظر في تاجيل اي مباراه لاي نادي اذا تجاوز عدد اللاعبين في المنتخب الاول اكثر من عدد 2 لعيبه. يا كابتن شوبير وانت بتقول ايه عندك بيرسيتاو؟ طب ما تلعب. ده بيقول لك لو ليك اكتر من 2 لازم انا اجل لك، ما اقدرش العب مباراه وانت عندك لعيبه دوليه مش موجوده، انت بيتاخد منك بالعشرة. انت بصيت لعلي معلول وبيرسيتاو بس ما بصيتش للشناوي وبقيت زمايله اللي في نفس البطوله، ولا ديانج ولا يعني بقول لك انت عندك الاجانب والمحليين، ما دول كانوا في نفس البطوله برضو. اما بقى القياس على الجزائر انه شباب بلوزداد هيلعب الاهلي وهو لعب 7 ماتشات، الحقيقه الواضحه والمخفيه اللي ما حدش عايز يقولها او الكابتن شوبير ما استخدمش المنطق ده فيها، انه الجزائر ما عطلتش الدوري بتاعها. يعني شباب بلوزداد والدوري كله شغال اثناء كاس الامم، لان المنتخب الجزائري كله من اللعيبه المحترفين بالخارج. جمال بالماضي ما احتاجش ولا لاعب محلي، فهتوقف الدوري ليه وانت عندك كل المحليين بتوعك موجودين وكل الاجانب هم او المحترفين في الخارج هم المنتخب؟ فالقياس خاطئ جدا والمقارنه مش منطقيه. انما كمان للكابتن مدحت، ما انت في حاجات بتتفرض عليك اذ فجاه، يعني عامر حسين ده لازم يتحول لحاوي، تجيب واحد حاوي يدير المساله، لانك وانت عامل الجدول واعلنته الحق ايه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر في السعوديه. ايوه بس انا عندي هنا في الجدول الاهلي والزمالك يوم 13 مارس، طب ما نروح نلعبهم هناك 13 مارس؟ لا ما ينفعش، لان 13 مارس هتكون دخلت في شهر رمضان ومفيش لعب كوره في رمضان في السعوديه، فلازم تلعب بدري. ف 13 مارس تتمد ل 8 مارس، تتقدم ل 8 مارس. قول لي مين يملك يقول لا؟ وانت كان المفروض عندك 9 مارس مباراه و1 مارس عندك مباراه افريقيه. الحل ايه؟ اهي سفريه جت والشركه الداعيه او المنظمه او الشركه الراعيه بتقول لك للاهلي والزمالك احنا حاجزين لك 6 ايام و5 ليالي. 6 ايام و5 ليالي. والزمالك كمان كان هيلعب 9 مارس وهيتأجل. نفس الحكايه، كان عنده ماتش الجونه. فانت اجلت للزمالك واجلت للاهلي واجلت البيراميدز. اجلت البيراميدز مباراته مع الاهلي ليه؟ لانه بيراميدز عنده مباراه مع مازيمبي وعنده مباراة بعديها مع نوازيبو الموريتاني هنا، مع مازيمبي بره. فيما بينهم كان هيلعب مباراته مع الأهلي. الميزة أو القاعدة أو اللائحة اللي أنت طبقتها على الأهلي فيما بين مباراة شباب بلوزداد والمباراة بتاعت مديامة الغاني هي نفس اللائحة ونفس المنطق ونفس المسطرة اللي مشيت بيراميدز عليها فأجلت له مباراة الأهلي المحشورة بين المباراتين الأفريقيتين لبيراميدز. فين المجاملة وفين عواطف وفين عواصف وفين الكلام الفارغ ده؟ عشان يتم في النهاية تصوير الموقف للجمهور إن الأهلي بيتجامل والأهلي السبب في تعطيل الجدول، الأهلي هو اللي بيدفع دمن هذا التعطيل.
لانك بتاجل له عدد من الماتشات لاسباب ما هوش مسؤول عنها، وعليه ان هو يتعامل معاها بعد كده بالجدول المضغوط، فتكون الاصابات بالشكل لا في نقطه 8 كمان الكابتن مدحت اثرها. ارجع بس لان كل المواضيع مرتبطه. قال لك ان عدم لعب يعني لما بيبتدي المواسم وتتلاحق ما بيديش فرصه للانديه تاخد الكواليتي العاليه من اللعيبه الافارقه. طيب هو تعال نشوف اللعيبه الافارقه اللي في النادي الاهلي مين. عندك ديانج دولي، بيرشيتاو دولي، علي معلول دولي، ثلاثه موجودين منتخبات وقبلهم كان بنون كان دولي. انت عندك رضا سليم لولا انه مصاب كان ممكن عنده فرصه، وهو احسن لاعب في الدوري المغربي لما انت جبته لما جبناه. كريستو بيروح ويخش وفي المنتخب الاولمبي بيروح، يعني كلها لعيبه من الكواليتي اللي انت كابتن مدحت بتنادي للتعاقد معاه. اعلى من كده هيبقى قدرات ماليه بقى، مش هنقدر نجيب لا كريستيانو ولا بنزيما ولا الكلام ده، لكن احنا بنجيب افضل لعيبه دوليه على قدر الامكان وعلى في النص يحصل لك اختيار ربنا ما يوفقوش بترجع تصوب نفسك، لكن ده وارد في دنيا كره القدم. ما هو في الكواليتي العاليه جدا جدا في لعيبه مبهره على مستوى العالم حتى الان لم توفق في الدوري السعودي. رونالدو السنه اللي فاتت ما جابش الدوري للنصر، السنه دي نطق. بنزيما ما اداش المردود اللي الناس متوقعاه، فيرمينو كده، ده وارد. لكن وارد السنه الجايه كل دول ينطلقوا لان قدراتهم عاليه طبعا. فكره القدم كمان واللي حصل بقى مش بس في بطوله اسيا وبطوله افريقيا للامم، بيقول ايه؟ بلاش حسابات ورقه وقلم في كره القدم. النهارده قطر مع الاردن فاينل، النهارده كوت ديفوار بعد ما خرجت والناس بتلم الكراسي بترش ميه، لا استنى رجعوا ده احنا لسه هنلعب ياخدوا البطوله، وكل ماتشاتهم حرجه عشان تنفار متاخرين يتعدوا ويكسبوا ضربات ترجيح مش عارف ايه ويكسبوا. كره القدم دائما ليها منطقها المختلف. حط اللي انت عايزه من قواعد فنيه وتحليلات وطاقه حراريه واجري واعمل وحلل، لكن هناك حاجه اسمها التوفيق داخل المباراه والعزيمه من اجل تحقيق اهدافك. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف الفيلسوف هو آخر له راي مهم. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل انه اذ فجاه يتقرر اقامه لقاء الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر في السعوديه، وبدل ما تلعب يوم 13 لا تلعب يوم 8، فتهد كل الماتشات اللي قبله واللي بعده، ويحصل الربكه دي ومش للاهلي بس، للاهلي وللزمالك. هل المقابل المادي المعروض على اتحاد الكره لنقل المباراه العريقه، خدوا بالكم احنا بنتكلم في مسابقه زاد عمرها عن 100 سنه، مسابقه من سنه 21 تمتلك كل العراقه اللي خلتها اللائحه لغايه سنه 2014 كانت اللائحه بتنص ان المباراه تقام في استاد القاهره، في استاد القاهره، وبيحضرها مندوب عن رئيس الجمهوريه غالبا بيبقى كبير اليوران، فمباراه ليها بروتوكول وليها طقوس وليها عراقه وليها قيمه. بعد 2014 لما الضروره استدعت ان انت تنقلها بره القاهره غيرت اللائحه وشلت شرط استاد القاهره، بس الى هذا الحد كان الحفاظ على عراقه وقيمه ورمزيه كاس مصر. لما تنتقل الى الخارج كابتن ايمن يونس كابتن نادي الزمالك السابق وكمان المحلل الرياضي وعضو مجلس اداره اتحاد الكره السابق له راي في الموضوع ده نشوف. قفلنا الصفحه والسطر الاولاني ما عجبنيش. انهي سطر؟ سطر السوبر اللي في السعوديه. اشمعنى؟ سطر ما عجبنيش ليه؟ القيمه الماليه اللي تم تقديرها لهذه المباراه، هتقول لي يا ايمن يا يونس هتقارن ان السيمي فاينل والفاينل بتاع كاس ايطاليا ب 23 مليون يورو وانت خدت 2 مليون دولار لاتحاد الكره و100 الف دولار لكل نادي،
ولو اللي يكسب ياخد 350 ألف دولار والتاني اللي يتغلب ياخد 100 ألف دولار طردية. وكويس كده أقول لك قليل. تقول لي يا أيمن اسكت. لا كويس، خلينا ندفع غرامة فيتوريا. ما أنا عندي ماتش فرصة. كان لازم اطلب فيه رقم يليق بينا. اولا انت مودي الاهلي والزمالك، كلمه الوطن العربي مهما نحاول ومهما الناس تقول ومهما يقولوا اتطورت الدوريات. كنت شايف الرقم كام؟ انا شايف ما بين 10 و 15 مليون. مليون ايه؟ دولار؟ يورو. يورو كمان. ما انت احنا بنقيس على الناس اللي بتاخد. هتقول لي لا ايطاليا ده بتدفع بثمان محطات واوروبا والكلام ده كله، انا موافقك. طب ما فرنتينا ولاتزيو اللي لعبوا على الثالث والرابع ما نتقارنش بيهم؟ نسبة المشاهدة مش بتاعتهم، بتاعتنا احنا، هتعديهم. ماشي، بس اللي باع هو الـ يعني الماتش، السوق ماتش نهائي، ماتش نهائي بس. انا كنت اتمنى قيمتها قيمتنا نستحق قيمة اعلى من كده. ماشي، بالذات ان هم بيصرفوا كده. يعني بيدفعوا الارقام كده، فكان ممكن نقول عايزين كان رقم، كان الدين كان الاتفاق كان ممكن يتعمل احسن من كده. من كان كنت اتمنى. ليه؟ لان اتحاد الكرة عليه ديون كتيرة. انت مش بس مشكلة فيتوريا ال 600 الف يورو. انت فاهم؟ انت كمان عندك مشكله حكام وعندك مشكله فار وعندك يعني كانت فرصه تنعنش المنطقه بتاعتك كلها، كان لازم تستغلها تمام. ولو كنت طلبت ما اعتقدش كان حد هيقول لك لا في يعني سي عرضوا 2.5 او 2600 كل. شوف انا مع كابتن ايمن ان ما زالت جوائز هذه البطوله اللي واصله لاطراف نهائي الكاس لا تليق بها. لكن انا ما اعرفش اتحاد الكره باع بكام. الكابتن ايمن بيقول لك يعني لازم تدفع مبالغ، هو قال 10 15 يا سيدي كتير، خمسه. هو اتحاد الكره باع بكام؟ ما اعلنش. ما نعرفش، لان الجائزه دي اللي فرضها اتحاد الكوره مش الطرف اللي اشترى المباراه. الطرف اللي اشترى المباراه اشتراها انتقالات، اقامه، تنظيم، جوائز. ادي اللي حط بقى قيمة، اداك رقم مقفول مقابل كذا بس، خمسة عشرة سبعة، وهو هيبيع كل حاجة. والاتحاد المصري ابتدى ياخد الرقم ده ويديك انت بقى. انا افهم حتى لتهدئة الرأي العام تقول لا ما احنا مفرطناش في قيمة المباراة ولا قيمة احنا بعناه قد كده، احنا بعناه قد كده، بس معلش استحملونا. واستحملك ليه؟ يعني على رأي الكابتن مش معقول ان نبقى احنا اطراف الترفيه وانت اللي تلم كل المغنم. على فكره كمان الاعلان وجوبي ليه؟ مش بس للشفافيه، لانك عندك جمعيه عموميه في 27/9/2011 فرضت عليك توزيع مسابقه الكاس. العوائد 20% بتروح للدرجه الثانيه، 20% للانديه اللي شاركت في المسابقه كلها، ونسبة تخصص للجوائز. فبالتالي هذا التوزيع بالنسب لازم يكون عارف انت هتوزع كام. كنت اتمنى ان يعني يبقى في نظرة لاطراف المباراة، وخصوصا الاهلي والزمالك تحديدا لما وصلوا هذه المباراة في اي بلد. ده ختم. ما هو الكابتن ايمن يونس بيقول لك انت هتلاقي الجماهير عامله ازاي والاعلانات عامله ازاي. شغلانه بقى النقل التلفزيوني يسهل تسويقها جدا. اه طبعا. وما اظنش ان اتحاد الكوره هو بيديك ال 350 ولا وال 200 وال 100 وال 100 ما انا مش عارف دي خصما منها ولا بالاضافه الى برضو مش باينه. مش ممكن يكون هو ده اللي خد له هو كمان 200,000. مستحيل طبعا. يعني عايزين نعرف اتحاد الكوره باع بكام، الامور اتوزعت ازاي، نبتدي نحترم الانديه شويه وحقوقها. بلاش الامر الواقع المفروض على الانديه، لان الانديه والله بتتحمل. انت عمال تحط عليها رسوم قيد وعمال تحط عليها غرامات، جمهوري مش عارف يعمل ايه، الانديه تدفع وانت اللي بتنظم، الانديه ما تعملش حاجه خلاص. ايجار ملاعب، كل حاجة الأندية بتعملها بتدفع ثمنها، إلا إنها تاخد حقها في إنها تعتلي المسرح وتقدم لك الإيفنت أو الحدث اللي بيجيب لك كل ده. فأنا مع كابتن أيمن لازم يسوق بقيمته، وأنا أتصور إن اتحاد الكورة مسوق الماتش ده كويس قوي، دليل مش عايز يقول. مش عايز يقول. ما هو ما بيقولش ليه؟
يعني لو القليل يقول ما لو هو كان هقول ايه انا جالي مليون وزعته عليكم جالي 2 مليون اتعاد خد نص وتعشى والانديه الدرجه الثانيه خدوا 400 ال 20% بتاعتهم وانا يا دوب اللي نبني كذا وانا في الاخر هتلاقيني واخد نص ماشي لما الاتحاد ياخد نص لا البطل ياخد 350 بس انت ما خدتش نص بس هو ما قالش فيتوريا خد كام على راي الكابتن ايمن يونس قال لك ما عشان ندفع غرامه فيتوريا بصرف النظر ما انت هتجيب عملتك الصعبه اللي بتدفع بيها ازاي وزاره الشباب التزمت بس ده مش معناها ان انا اطنش اذا كنت اقدر اساعد اذا اقتضت الضروره فيبقى بقيمتها بقى ما دام مش سلعه مطلوبه ما تبيعها صح صحيح يعني هو الاتحاد مره في 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 الامارات او في ابو ظبي او في 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 السعوديه في الرياض او في جده او في اي بلد دي سلعه مطلوبه يعني بتعمل الحاله والناس مش متاخره انها تدفع قيمه الحاجه يعني كانت طيب وسط بقى حطام الفشل في الكان الحقيقه كان في ومضه مصريه مشعه وفي لمسه من النجاح استحقت التحيه الحكام المصريين شكرا حكامنا وحكايه البطاقه الزرقاء الحقيقه الحضور المصري للتحكيم في البطوله كان رائع جدا ولازم يفرض علينا وعلى كل الناس المهتمه باللعبه ضروره الحفاظ على ازاي ده ممكن يستمر واذا كان عندنا حكام بهذه القيمه وهذه الكفاءه اللي منهم ناس تدير مباراه الافتتاح زي امين عمر وناس تتواجد في الفاينل زي محمود عاشور فالناس دي تستحق التحيه لكن كمان تستحق السؤال احنا ليه هناك كويسين قوي وليه هنا في مآخذ وملاحظات كتيره قبل ما المهندس عدلي يتكلم وهنشوف الرأي من مختص عايز أقول لكم إن اللي شارك في البطولة حكام ساحة كان الكباتن أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل الحكم المساعد كان أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وتقنية الفيديو كان محمود عاشور ومحمود البنا الناس دي لعبت قد إيه؟ الافتتاح شهد تواجد 6 حكام مصريين كانت مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو غاب محمد عادل فقط والست الحكام المصريين كانوا في الافتتاح ولما لجنة الحكام الأفريقية تدي لطاقم مصري كامل مباراة الافتتاح اللي كل الناس بص عليها فدي ثقة كبيرة جدا ثبت ان هي في محلها أمين عمر أدار 4 مباريات بواقع 3 مباريات حكم ساحة ومرة حكم رابع محمد عادل أدار 5 مباريات بواقع 3 مباريات حكم ساحة و2 فيديو محمد معروف أدار 3 مباريات بواقع 2 حكم رابع و1 حكم ساحة محمود عاشور أدار 11 مباراة بواقع 9 حكم فيديو و2 حكم تقنية فيديو مساعد البنا أدار 6 مباريات بواقع 3 حكم تقنية فيديو مساعد و2 حكم تقنية فيديو رئيسي و1 حكم رابع محمود أبو الرجال أدار 8 مباريات منهم 3 مباريات حكم مساعد و3 حكم فيديو مساعد و2 حكم فيديو تاني احمد حسام طه ادار 8 مباريات بواقع 5 مباريات حكم مساعد و3 حكم مساعد احتياطي الحقيقه استحقوا التحيه واستحقوا انه دكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضه هينظم لهم حفل تكريم في المركز الاولمبي في المعادي يوم الاربعاء لا استاذ ابراهيم ده بتثير مجموعه من التساؤلات عايزين اجابات عليها طيب بنشوف التساؤلات لا لا مش هتكلم مع حد يسمع بقى وجيه ويجاوبني كابتن وجيه والنبي يا كابتن وجيه هستأذنك طيب ندخله كابتن وجيه اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ ابراهيم الاعلام الكبير واهلا بالاستاذ عدلي الاعلام الكبير والخبير الرياضي بالوطن العربي والاستاذ ابراهيم الموسوعه الرياضيه الكبيره اهلا بيكم اهلا بيك هقول المهندس عدل عنده ملاحظات لازم طبعاً. انت رئيس سابق للجنه تجاوبنا عليها بقدر سعادتي بهذا الامر وبقدر فخري ان الحكام المصريين مره واحده الاتحاد الافريقي مره واحده وفجاه اقتنع بيهم وخدهم مفيش بطولات سابقه شفنا هذا المنظر ومش في مصر عشان نقول بيوفر فلوس
ده بره في الكوت ديفوار. وعمليه الخلطه اللي بين الساحه والرابع والفيديو بتقول لك ان كل الناس دي على كفاءه تعمل اي حاجه. كويس. هذا معناه الناس عماله تتساءل، هقول ملاحظاتي معلش، هو الراجل الاجنبي ده بيعمل ايه؟ ما بيطورش وما بيعملش حاجه. او بيطور ودي النتيجه، او ان ده المستوى العام بتاع حكامنا، بس لسبب ما لا يظهر هذا المستوى عندنا محليا. وهنا هيبقى فيه حوار تاني، لان انا رايي قلت هنا 100 مره، في كل مره كنت اناقش اخطاء التحكيم كانت الناس بتلقي باللائمه على مستوى الحكام وعدم قدرتهم على التطور، وان لازم نعمل ونساوي. وانا كنت شايف ان حكامنا كويسين وعندهم الشخصيه، ولكن وعندهم العلم طبعا اللي هو موجود في الكتب وعندهم الاختبارات، ولكن هناك كان ظروف خارجيه بتؤثر على التحكيم ده بتخليه مش ماشي بالكفاءه اللي شفناها بره. جاوبني بقى كابتن وجيه. استاذ عادل، يعني قلت كلام كتير جدا واسئله كتيره جدا، ولكن انا عايز اقول لحضرتك مبدئيا ان الحكم او رئيس لجنه الحكام الحالي ليس له دور في نجاح التحكيم المصري في الفتره دي، لان دول كل الحكام اللي موجودين دول اللي شرفوا مصر ده نتيج لجان حكام سابقه كتيره جدا، كابتن جمال غندور وكابتن عصام عبد الفتاح، ولي الشرف ان انا اكون واحد منهم، والدكتور عجب حاجات، كل الناس دي كانوا تعبوا وشقيوا مع الحكام دي، فعشان كده ظهروا بهذا المستوى، لان نفس الحكام كانوا في بطولات كتيره موجودين قبل كده، ولكن يمكن البطوله دي كان النجاح اكبر والعدد اكبر بالنسبه لادارتهم للمباريات، فعشان كده بان النجاح. ويمكن احنا كل الاعلام عمل سبوت على الاداء التحكيمي، لان مش عايز اقول الفشل بتاع منتخب مصر في البطوله خلى الناس كلها تتجه للنجاح التحكيمي في هذه المباراه. يمكن انا عايز اقول مش الحكام المصريين بس الحقيقه اللي نجحوا في البطوله، في حكام عرب كتير نجحوا في البطوله، في معتز الشلماني لعب 4 مباريات في البطوله كحكم صفاره، في مصطفى غربان يمكن لعب مباراتين، في رضوان جيد ماتشين وكان هيلعب الثالث والرابع، ولكن من وجهه نظره شايف ان هو كان عايز يلعب الفاينل واعتذر عن الماتش. يعني في اداء كتير، عندنا نجاح كبير جدا 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 في 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 الفار. محمود عاشور لعب الافتتاح والدور قبل النهائي والنهائي، يعني ال 11 ماتش اللي لعبهم محمود عاشور الافتتاح وقبل النهائي والنهائي، ودي ما بتحصلش في اي بطوله، ده دليل على تفوقه ودليل على ادائه المميز. امين عمر لعب الافتتاح ولعب وماتش في الادوار التمهيديه ولعب قبل النهائي ونجح نجاح كبير. محمد عادل العظمه كلها والاداء الفني بتاع محمد عادل والنجاح في الثلاث مباريات، ولعب مباراه يمكن اهم مباراه لعبها محمد عادل كانت مالي وكوت ديفوار، وكانت مباراه صعبه وحسب ركله الجزاء على اصحاب الملعب على كوت ديفوار، طرد لعيب من كوت ديفوار وفي النهايه في الاكسترا تايم كوت ديفوار كسبت 2-1. بس بقول لك على الاداء التحكيمي بتاع الحكام، احمد حسام طه واداؤه المميز في المباريات اللي لعبها، محمود ابو الرجال، يعني محمد معروف حتى الماتش اللي لعبه، يمكن عندنا نجاح كبير جدا ان شاء الله. الحكام بتوعنا فيهم 2 رايحين في الليسته المبدئيه لحكام كاس العالم، امين عمر ومحمد معروف، ان شاء الله يكون ليهم دور ويكملوا في البطوله وهيبقى معاهم مساعدين، واتمنى ان شاء الله يكون معاهم محمود عاشور او محمد عادل في طاقم الفار برضه باذن الله تعالى، يبقى عندنا مجموعه من التحكيم المصري في كاس العالم 2026 باذن الله تعالى. اللي انا عايز اقوله بقى يا استاذ عدلي، حضرتك قلت ليه الحكام ما بيبقوش كده؟ طب بس انا عايز نقف هنا لحظه، لان انا لما بسال ما كنتش بقول رايي، انا كنت بقول رصدي لظاهره ان اول مره يروح هذا العدد الكبير من حكامنا الافريقي.
استاذ عدلي. وانا موافق، بس لحظه يا كابتن وجيه، انا موافقك، انا موافقك، اصبر عليا، اصبر، انا موافقك على كل اللي قلته، انا موافقك على كل كلمه قلتها، لان مفيش حاجه بتبان فجاه، دي نتيجه تكريس لمجهود ناس كتيره. ده بالعكس، انا عايز اقول كده، عايز اقول ان عناصر التفوق دي احنا مش مفروض نكون متفاجئنا بيها، المفروض نكون متوقعينها، لان هو ده الطبيعي. كان المفروض نشوف هذا الكلام محليا بقى، اديني الاسباب التي تحول دون ظهور هذا بالمنظر ده، وان الحكام تبقى واخده نفس الثقه محليا، مش كل مباراه جدل وناس بتشتكي. بص يا استاذ عدلي، طبعا خلينا نتكلم، هناك مجموعه من العناصر طبعا بتبقى عامل مساعد في بعض الاخفاقات بالنسبه للتحكيم المصري. هي طبعا يعني عايز اقول العنصر الاولاني ان الحكام ما بتغلط، او في هناك بعض الحالات الجدليه اللي بتحصل، المحللين بتطلع وبتحلل الحاله التحكيميه. كان يجب على رئيس لجنه الحكام اللي موجود او متحدث رسمي باسم اللجنه يطلع يشرح الحاله الجدليه دي اللي تخلي الناس كلها تقول راي لجنه الحكام في الحاله دي كده. دي نمره واحد. نمره اثنين، الحكم ما بقاليش حد بيدافع عنه، بيضطر هو يطلع في اي برنامج وما بيروحش عشان يدافع عن نفسه او يتكلم في الحاله التحكيميه، بيبقى المذيع او اللي بيناقشه في الاستوديو بيروح حاطط له الحاله دي في السكه، بيضطر الحكم يشرح الحاله التحكيميه، ورغم ان ده ممنوع في الاتحاد الدولي، ولكن بيضطر يشرح الحاله التحكيميه، بيضطر الاعلاميين وبعض الانديه يطلعوا يهاجموه ويدشدشوا الحكم. انا بتكلم بالبلدي. عايزين برضو الحاله الثالثه يا استاذ عدلي، لازم الاعلام برضو يساعد التحكيم المصري. يعني لازم الحكام تقف مع التحكيم المصري. حضرتك انت استاذنا في التخصص ده، اعتقد لو الحكام كلها ولو الاعلام كله وقف مع التحكيم المصري وشاف بعض الحالات التحكيميه بحسن نيه دون ان ندخل في الاعراض وندخل في المشاكل وفي السلوك والكلام ده، اعتقد ان الحكام هتبقى برضو يعني تحاول تأدي اداء احسن. الحاجه الرابعه بقى وهي الاهم، لازم الحكام تجتهد هي كمان. الحكام لازم تجتهد وتكون في احسن اداء واحسن ناحيه فنيه عشان تظهر قدام الناس بالشكل اللائق بيهم. عشان كده لازم العناصر دي كلها، الحكم لازم يجتهد ويؤدي بشكل مميز. اتحاد الكوره لازم يوفر فلوس الحكام كل اول شهر، زي المهندس احمد مجاهد لما كان بيعمل هذا الكلام، كل اول شهر كل الحكام في كل الدرجات بتقبض، والمراقبين كمان بيقبضوا كل اول شهر مخصصاتهم الماليه. لازم برضه يا استاذ عدلي اوفر، اعمل منظومه تامينيه للحكام يتعالجوا، بدل ما الحكم يروح يتعالج على نفقته او لازم يدور على ملعب، لازم اشوف وسيله ان لازم الحكم يروح يتعالج على 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 نفقه الاتحاد. لازم اعمل منظومه تامينيه الاتحاد لازم يقوم فيها او يشارك فيها، يعملها ازاي؟ دي بتاعت الاتحاد. اذا يا كابتن وجيه، انت عايز تقول انه الحوافز والدوافع والضغوط والحمايه مختلفه هنا عن هنا؟ طبعا طبعا، هنا عن هنا. وبعدين برضو يا كابتن وجيه، انا موافق، بس مش موافق بشكل مطلق، لأن كثير من الحالات كانت تناقش، وأنا على فكرة مش مبسوط من فكرة تحليل أداء الحكام في الاستوديوهات. أنا مش بتكلم على تحليل أداء الحكام، أنا بس هقول لك مسؤول اللجنة، بتكلم على رئيس اللجنة يطلع. أنا بقول لك، أنا بالنسبة لي أنا مش مرتاح لفكرة تقييم الحكام على الهوا، ولكن هنقول إن صناعة كرة القدم فيها الحتة المهمة دي. لكن أنا بتكلم في حاجة، عندما يكون الحكم في نفس المباراة معاييره مختلفة يثير الجدل، لما يكون نفس الحكم معاييره من مباراة لأخرى مش بنفس المسطرة يثير الجدل، لما يكون في خلاف في الرأي
هو ينفع يبقى في خلاف في الراي على لعبه؟ يعني الحكام تطلع تختلف على اللعبه اللي الحكم حكمها في جزء فيمتو ثانيه في المباراه؟ هل ممكن نقدر يعني نتجاهل ان الفار ما بيقدمش المساعده الكامله في مصر للتحكيم للحكم؟ بعض الحاجات البسيطه يا كابتن وجيه تخلي حكامنا كما يستحقوا في مكانه ثانيه في القاره، ومن ثم يروحوا كاس العالم، لان الاختيار الكبير ده ما جاش وليد الصدفه او ما جاش النهارده فجاه، نتيجه متابعه كثيره اذا يا ما قلنا للحكم حب نفسك اكتر من اي حد. بس استاذ عدلي طبعا بتفق معاك، طبعا انا العلم ما تقدرش تتكلم ولا تقول ان انا اختلف معاك في بعض الحالات، ولكن بتفق معاك في كل الحالات. ولكن انا عايز اتكلم على الاداء التحكيمي او التحليل التحكيمي. التحليل التحكيمي يا ريت زي الدوري الانجليزي بحلل الاسبوع كله في 7 دقائق. الاسبوع كله مش الماتش الواحد، الاسبوع كله بيتحلل في 7 دقائق. لعبه تك لعبه تك تك، نتكلم في الحاله التحكيميه اهو اهم. احنا بنعملها سهره، احنا بنعملها قاعده، بنعملها سهره وننسى الماتش. فعشان كده والله العظيم والله العظيم والله العظيم وانا موجود يعني مش عايز اتكلم، المحلل التحكيمي بيطلع يتكلم ويتكلم في حاله تحكيميه، كل الانديه او 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 المسؤول بتاع النادي اللي اللي اللي, اللي اخفق في المباراه وحمل لعبته الهزيمه والنتيجه، اما المسؤول التحكيمي طلع اتكلم واتكلم قال لك ده الشورت ايه والفخد ايه ومش عارف ايه، طلع نفس المدير الفني اللي جاب اللوم على لعبته طلع هاجم التحكيم. يعني بس يا كابتن يعني هز ثقه الحكام والاساءه اليوم دي كانت ظاهره ممتده جدا، وعلى فكره الفيديو اللي احنا عرضناه للكابتن ايمن يونس كان في جزء منه بيقول لابراهيم فايق على موضوع التحكيم، قال له ما احنا شفنا رئيس نادي قعد 10 سنين بيسب ويلعن في الحكام وما حدش كان بيمنعه. يعني المناخ اللي فيه تجاوز وضغوط على الحكام اكيد ليها تاثير. عدم تركيز الحكام نفسهم في بعض المباريات زي تركيزهم في كاس الامم اكيد عليهم دور، اهتمامهم بلياقتهم النفسيه والذهنيه اللي كانت في كاس الامم اكيد عليها دور هنا برضو. يعني الظهور العالي اللي ظهروا بيه في كاس الامم بيحملهم مسؤوليه اكتر هنا. ايوه ايوه، للاستمرار في نفس الكفاءه، استمرار نجاحهم في ايدهم بقى، في ايدهم وفي ايد كل عناصر الموجوده يا استاذ حاتم. صدقني تمام، ان اتحاد الكوره اتحاد الكوره لازم يحمل حكام. تمام، واتحاد الكوره يعمل حكام، ده كلام مهم جدا. والاعلام لازم والاعلام لازم يتغير في التعامل مع التحكيم. الاعلام لازم يتغير، صحيح، عن عن عن, عن, عن نتكلم بسوء النيه. لا، عايزين نرجع نقول زي زمان السيد فلان الفلاني، السيد محمد عادل، السيد محمود البنا. طيب كان الحكم بيسيد لقيمته. انا بقى عشان الموضوع اللي انت بتقوله ده مهم وندعم هذا الاتجاه ايضا، يجب ان تشعر الانديه عندما يحدث خطا بالعداله ان الحكم ما عندوش شيك على بياض بالحمايه. اه، لان برضو في انديه بتهبط او بتفقد بطوله وملايين بتهدر ولاعيبه بتشرد بقرار ممكن، شوف الخطا وارد لكن الخطا الواضح جدا لا لا احنا مش معاه. بس انا بقول ان لو يعني رئيس لجنه الحكام البرتغالي يطلع يحلل الحاله التحكيميه وتبقى الحاله التحكيميه قدام الناس ويشرح الحاله التحكيميه للجمهوريه ويقول للناس كلها ادي ده انت بتسلمه تسليم اهالي. شيلوا الراجل ده من دماغك شويه. انت كده بتسلمه للراي العام. ماشي، مش بسلمه، ما هو ما انا عشان اعمل يعني هدوء في الشارع المصري. لو انا الخبير الاجنبي اللي انا جاي طلع اتكلم وقال ان الحاله التحكيميه 1 2 3 والحكم قراره صحيح او الحكم ما كانش موفق في الحاله ونتيجه عدم توفيقه ان عنده قصور في 1 2 3
تمام يا كابتن وجيه، احنا سعدنا جدا برؤيتك، ومبروك لأسرة التحكيم كل التوفيق، واللي جاي اكتر اهم بالتأكيد، يعني هذا النجاح نجاح يحمله مسؤولية اكبر. نتمنى استمرار هذه الظاهرة، وحبوا حبوا بعض، وبعدين حبوا نفسكم. كابتن وجيه شكرا جزيلا ليك. شكرا لفضلكم يا فندم. شكرا للكابتن وجيه احمد الخبير التحكيمي ورئيس لجنه الحكام السابق، واعتقد كلام مهم جدا. لو كان ممكن نضيف عليه حاجه واحده بس، خدوا بالكم في تغيير في اسره لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، وده اللي ادى فرصه لحكامنا انه فجاه لجنه الحكام الجديده في الاتحاد الافريقي شالت الوش الاولاني كله، بكاري جسامه وغيره وغيره، كل دول ركنتهم، فدت فرص للعناصر الجديده. كان حظنا ان احنا نكون كحكام مصريين. ده بيوضح فيهم. بقى ده بيوضح ليه الفرصه جت. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب بجانب التحكيم، وكلمنا فيه كابتن وجيه احمد، ايه حكايه البطاقه الزرقاء؟ الاتحاد الدولي لكره القدم او المجلس بتاع الايفاب الاتحاد الكوره قال ان احنا هنعمل حاجه اسمها البطاقه الزرقاء لحمايه الحكام والسلوك في الملاعب. البطاقة الجديدة، البطاقة الزرقاء لمعاقبة اللاعبين عقوبة انضباطية. هتمنح للاعبين المرتكبين نوعين من الأخطاء، الإهانة والإزدراء، وهي حالة التلفظ بكلمات نابية للحكم. الأخطاء التكتيكية، وهي حالة ارتكاب اللاعب لخطأ تكتيكي بنية صريحة لإيقاف لاعب منطلق دون استهداف الكرة، مثل حالة المدافع الإيطالي اللي حصلت في نهائي اليورو. طيب لما مسك فانيلة اللاعب المنفرد، عايز اقول لكم انه الموضوع ده لغايه دلوقتي لم يعلن هيبدا تطبيقه امتى، على سبيل التجربه، وهي واحده من الاقتراحات اللي كان مقدمها المجلس الاتحاد الكره او المجلس الدولي لتطوير اللعبه والحفاظ عليها. فاللاعب اللي ياخد الكارت الازرق يطلع بره، حسب ما ارسن فينجر قال في اقتراحه، يطلع يقعد 10 دقائق، فرقته تلعب نقص 10 دقائق، بعد ال 10 دقائق ينزل. لو البطاقه دي اتلونت بعد كده او خد ازرق تاني يطرد خالص، يعني كان واخد بطاقه صفراء، لو خد الزرقاء يبقى اللونين يديله احمر، نزل بعد البطاقه الزرقاء وخد اصفر يطرد، طب خدت زرقة تانية يطرد خالص. لكن هي فكرة يا باشمهندس، طب خدت بطاقة زرقاء وقعدت 10 دقايق. كابتن جمال الغندور كتب التساؤل ده على صفحته، واعتقد مطلوبة تناقش دوليا. قال لك اللي اطرد حارس المرمى قعد بره، خلال ال 10 دقايق دول فرقته هتعمل ايه؟ مش هتلعب بدون حارس مرمى، ومش هتلبس لاعب فانيلة جون ويقف جون، هتضطر تخرج لاعب وتنزل حارس المرمى البديل، مش كده؟ طيب لعب حارس المرمى البديل، وبعد 10 دقائق عقوبة الأفندي اللي بره خلصت، عايز ينزل. قانونا لازم ينزل حتى لو دقيقة، وتخرجه بره وتلعب حد. طب هيلعب الدقيقة دي أو أي وقت يلعبه جونين في الملعب، أو ينزل يلعب أي مركز. طب أنت خرجته، الحارس اللي في الملعب، ما هو اللي اطرد ده استهلك، يعني اصبح بره. حصل بعد كده واحد حارس المرمى اللي موجود اصيب، الحارس اللي اطرد مش هينفع ينزل. فما مكسبه؟ بص حرقته. بص يا استاذ ابراهيم، ربما اكون متفق ان في بعض الحالات ما تستحقش قسوه الطرد، وما تستحقش نعديها. فانا مع البطاقه الزرقاء، ولكن انا مش مع الحالات اللي هم قايلين تطبق فيها. بمعنى ايه؟ ازدراء الحكم، لا ازدراء الحكم ده طرد، ازدراء الحكم ايه؟ انما ممكن جدا جدا، ممكن جدا انك انت زي كره اليد لما بيحصل شتيمه من الجمهور بيطلع لعيب وبيحسب ضربه جزاء، لا طلع لعيب ما تحسبش ضربه جزاء. في عقوبات، في عقوبات بتبقى ضربة جزاء وطرد، لا تبقى ضربة جزاء وطرد دقيقتين. أنا مع حالات معينة نفكر فيها. فكرة إن حارس المرمى، لا يبقى لازم البطاقة الزرقاء دي في كل الأحوال لا تطبق على حارس المرمى.
يعني يغلط براحته؟ ما يغلطش براحته، في عقوبات اخرى تمشيه. ان دي ما مش هيبقى فيها تمييز؟ يبقى فيها تمييز، لان العلاج المركز ده نوعي شويه، نوعي ويعمل لك مشاكل كتيره جدا. النقطه مساله انك تخرج واحد وتدخل واحد عرقله، انت متلخبط، هي عايزه احمر ولا عايزه اصفر؟ ادي ازرق. كروت كترت معاه. اه ادي ازرق. طب انا اقول لك على حاجه، اما يقعد 10 دقايق بره، ما دي عقوبه، بس مش عقوبه قاسيه لدرجه انك تحرم فرقته طول الماتش منه. فهي عايزه بس مراجعه، وخلي بالك ده هيبقى تحت، هي ده هيبقى تحت التجربه. هو لسه ما اعلنوش هيتجرب امتى اصلا. يعني هي فكره كده جت ارسن فينجر، جت لحد هيدرسوها على ضوء اللي هتطبق على ايه، نقدر نناقشها. تمام. انا اعتقد يعني القانون كافي جدا، والبطاقه الصفراء كل العقوبات اللي المفروض البطاقه الزرقاء تتدخل، البطاقه الصفراء والحمراء بيتدخلوا، الزراء الحكم، إساءة الحكم، ما هي كارت أصفر أو طرد على طول لو كان الأمر يستوجب. فالحالات موجودة ومعالجة قانونا، لكن أعتقد مزيد من التدخل في الكورة بيقربها من كرة اليد، لا هتفقد متعتها وتفقد الشغف بتاع طبيعة كرة القدم وإثارتها. الكورة مش هتبقى يد ومش هتبقى باسكت، لأن ليها طبيعة مختلفة وملعب مختلف. وعلى فكرة كل حاجة هتعملها بعد شويه هتفكر ازاي تطورها عشان تعالج عيوبها. بالظبط، هتظهر اخطاء. نطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي، لانه حتى في ظل هذا العدد المتتالي من المباريات والضغوطات اللي خلته يلعب 22 مباراه، بينما اقرب منافسيه في الدوري لعب 11 مباراه. الاهلي بيلعب لوحده 11 مباراه رسميه ما بين سفريات، ومنها اخيرا السفريه بتاعت الجزائر اللي الاهلي هيسافرها ان شاء الله تعالى الساعه 3 عصر الاربعاء. يا باشمهندس، شايف الموقف ازاي؟ الموقف دلوقتي احنا يعني لعبنا مباراه شبه رسميه، وديه شبه رسميه، اللي نقدر نقيس عليها شويه سموح. لكن هو كانت فرصه عنده، استفاد في بعض الحالات زي ما قلت لك، وحالات تانية يعني الإصابات الطارئة اللي حصلت. طبعا أكبر خسارة كان الكابتن الشناوي، علشان فكرة أنك يعني بإذن الله أداه ودود الحراس مرمى النادي الأهلي، أداه ودود بإذن الله مصطفى شوبير وحمزة لا والتجارب أثبتت أنهم على قدر المسؤولية وربنا يوفقهم. زنفالي بس مش مسجل أفريقيا. إنما يعني هي تخسر حارس بقيمة الشناوي، لا خسارة كبيرة. كمان مين اللي هيبقى جاهز؟ مش هيبقى الجهاز الفني والطبي هيقولوا لنا كمان 48 ساعة، لأن الماتش يوم الجمعة. مين اللي هنقدر نشركه؟ رضا سليم عاد. أكتر المستفيدين بقى إذا كمل على كده يعني هيبقى مودست. في كل الماتشات الودية عبر عن نفسه واظهر ان هو يقدر، كنا نتمنى طبعا وسام يكون موجود جدا، ودي مفاجاه مش حلوه ان وسام يغيب عنك في المباراه دي، لانه بيقدم لك حلول. انت بص، التوفيق ده هو كان هو عنصر من عناصر كره القدم. تظن انك غادرت تكسب البطوله، تظن انك كسبان تخسر. فانت لما بيبقى عندك عناصر كتير ما تخافش على الاهلي. ما تخافش على الاهلي ما دام الاهلي احتفظ بالروح العاليه، واعتقد الروح القتاليه العاليه كانت الدرس الاول من الكيان، وشفتوها مع الافيال. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.